علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الله من قريب
لسه جاي من باكستان ومصر بلد الامن والامان، فتقول ايه ما دخلش رحمه بالغيب ويا ابو قلب المنيب ادخلوها بسلام. طلع الناس ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من قتل أمان بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا قلب
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من قلت الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بقول بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون من سورة قاف استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير، وبإذن ربنا نتوقع له مستقبلا مشرقا وباهرا إن شاء الله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الخالق العنتيل. ندعو الله أن يرفعه وينفعه دائما بالقرآن. وكانت هذه التلاوة مواصلة لهذه الاحتفالية المباركة والتي ننقلها من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الصابرين بقرية ميد بشار مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. جئنا بدعوة كريمة من الوالد الكريم الحاج فتحي شعبان وأولاده المهندس حمادة فتحي شعبان والمهندس شعبان فتحي شعبان. ندعو الله العلي الكريم ان يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه، وان جمعنا على القرآن الكريم وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندعو الله العلي الكريم ان يبارك في هذه العائلة. ايها الاخوة المؤمنون، ويتواصل اللقاء وتتواصل هذه الاحتفالية ان شاء الله بعد صلاة المغرب، فقد حان الان موعد اذان المغرب. يرفع النداء فضيلة الشيخ محمد الفايع.